السلام عليكم ورحمة الله. درسنا اليوم بعنوان مفهوم الأدب وأنواعه. المقطع الأول. تدل كلمة أدب في اللغة المعجم على معاني متعددة تطورت عبر العصور، فكان لها أكثر من معنى، منها دعوة الناس إلى مأدبة أي طعام، ومنها تهذيب النفس، ومنها الكلام الحكيم الذي ينطوي على حكمة أو موعظة حسنة أو قول صائب. أما في العصر الحديث فإن معنى كلمة أدب يطلق على مجموع الكلام الجيد الذي يمتاز بتأثيره في عواطف القارئ والسامع. فالأدب هنا هو المعنى المبتكر في اللفظ الفصيح والتركيب المتين والأسلوب البارع والخيال الواسع. ويرى ابن خلدون أن هذه البراعة في تذوق الأدب وإنتاجه تكمن في تلقي اللغة الصحيحة والأساليب النقية الخالصة، وترجع في الأصل إلى نشوء الفرد مع أهل اللسان ومخالطته إياهم، فإن لم يستطع ذلك فعليه بكثرة المطالعة لكلامهم وباستظهاره. المقطع الثاني. والأدب نوعان، نثر وشعر. أما النثر فهو الكلام الذي يجري على السليقة من غير التزام وزن، ويمكن أن نقسمه إلى نوعين: نثر جمالي له خصائص فنية تؤثر في القارئ أو السامع، ألفاظه مختارة وفيه خيال جميل، ونثر وظيفي يستعمل في أمور الحياة، ومنه نفهم ما في نفوس الآخرين ونوصل ما في نفوسنا إليهم. ونميز في النثر قوالب أدبية عدة. أولا القصة. فهنا في هذا الدرس كما نلاحظ لدينا مجموعة من الأسئلة، قد يقول لي في الامتحان مثلا ما أنواع الأدب، أو مثلا يقول لي عرف القصة، عرف المسرحية. القصة فن نثري يعرض حادثة أو أكثر في أسلوب محكم، ولها عناصر رئيسية أهمها الحوادث، الزمان، المكان، الشخصيات، الأسلوب. وفي هذا القالب تندرج الأقصوص والقصة والرواية. المسرحية وهي قصة تقوم أصلا على الحوار وترمي إلى عرض قضية إنسانية، وقد تكون المسرحية شعرا أو نثرا. المقالة وهي قطعة نثرية محدودة الطول يتناول فيها الكاتب موضوعا محددا، وللصحافة دور كبير في تطويرها وتناول موضوعاتها المختلفة، فمنها العاطفي والاجتماعي والوصفي والنقدي والسياسي. الرسالة وهي كلام مكتوب موجه إلى شخص أو جهة، يعبر عن فكرة أو مشاعر أو يحمل أمرا، وتتسع الرسالة لموضوعات شتى. الخطابة كلام يخاطب به جمهور من الناس في موضوع له صلة بحياتهم أو مجتمعهم، يرمي إلى إقناعهم به أو تبليغهم إياه، وتتنوع أساليبها وتتعدد أنواعها الدينية، السياسية، الاجتماعية. المقامة وهي شبه قصة قصيرة مسجوعة تدور حول بطل يروي أخباره راوية. والمقامة ميدان لعرض النكتة والبراعة في التخلص من مأزق يحيط بالبطل وإظهار المقدرة اللغوية والأدبية. السيرة الذاتية فن أدبي نثري يروي فيه الأديب سيرة حياته، مثلا طه حسين في كتابه الأيام، أو يترجم أديب لأديب آخر، مثال ميخائيل نعيمة ترجم للأديب جبران خليل جبران. المقطع الثالث. وأما الشعر فهو الكلام الموزون المقفى المتصف بجودة المعاني وتخير اللفظ ودقة التعبير ومتانة السبك وحسن الخيال مع التأثير في النفس. والشعر أنواع، من أبرزها الشعر الوجداني، وهو شعر غنائي يعنى بتجارب الإنسان ويعبر عن مشاعره وعواطفه، وتندرج فيه معظم موضوعات الشعر. الشعر القصصي يعتمد السرد وسيلة إلى عرض حادثة بقالب شعري. الشعر الملحمي وهو قصة شعرية طويلة تصف حربا غالبا وفيها حوادث خارقة. الشعر المسرحي التمثيلي ويتألف من القصص المنظومة شعرا قائما على الحوار،
لذلك يمكن تقديمه على المسرح. الشعر التعليمي وهو الشعر الذي تنظم فيه فنون العلم والمعارف كالنحو والفقه والتاريخ تسهيلا لحفظها. ولا بد من الوقوف قليلا عند نوع من الشعر وهو شعر التفعيل أو الشعر الحر، وهو شعر يعتمد في الأصل على التحرر من القافية والعدد المحدد من التفعيلات. والأدب سواء أكان شعرا أم نثرا فهو تعبير عن موقف صاحبه من القضايا التي تهمه، فإذا ما رأى الأديب أمرا أو عاشه أو سمع به فإنه يكون موقفا منه ويعبر عن موقفه بأدبه. فالأديب يتغزل إذا أحب ويرثي إن خطف الموت له غاليا ويمدح إذا أعجب ويهجو إذا احتقر ويفخر إذا اعتد. وبذا تتعدد الموضوعات التي يطرقها الأدب وتتنوع، ولأن الأدب نشاط إنساني فمن الطبيعي أن يكون له وظيفة تؤثر في صاحبه ومتلقيه. أكان فردا أم مجتمعا، تأثيرا يمكن النظر إليه على أنه وظيفة الأدب. فالأدب يجلب المتعة ويرتقي بالذائقة الأدبية ويصقل العواطف ويهذب الانفعالات، إضافة إلى أنه يقدم المعرفة وينميها باستمرار. ويسهم الأدب في تكوين حالة فكرية تخلق وعيا اجتماعيا متقاربا يوجه الأفراد ويضبط انفعالاتهم ويسمو بها، فيرتقي بالفرد والمجتمع إلى المستوى الإنساني والحضاري الذي يستحقه الإنسان. هذا بالإضافة إلى أن الأدب حفظ ماضي الأمة والآن يكون حاضرها، ليصبح هذا الحاضر مرتكزا لمستقبلها كما كان الماضي بالنسبة للحاضر. وأخيرا، إن الأنواع لا تصنع الأدب، فالقيمة الفنية في الأثر الأدبي فوق كل الأنواع، وما النوع إلا شكل، والأديب يبدع الأشكال لا العكس. وسيبقى الأدب ما بقي الإنسان يؤثر كل منهما في الآخر ويتبادلان التأثير مع المجتمع والحياة. نبدأ بالقسم الثاني من الدرس وهو حل الأسئلة، الفهم والاستيعاب. أولاً، ماذا يعني الأدب في العصر الحديث؟ أما في العصر الحديث فإن معنى كلمة أدب يطلق على مجموع الكلام الجيد الذي يمتاز بتأثيره في عواطف القارئ والسامع. فالأدب هنا هو المعنى المبتكر في اللفظ الفصيح والتركيب المتين والأسلوب البارع والخيال الواسع. السؤال الثاني، حدد من النص أهم أنواع النثر الأدبي: القصة، المسرحية، المقالة، الرسالة، المقامة، السيرة الذاتية. طبعا، وللنثر كما قلنا نوعين، نثر وظيفي ونثر جمالي. حدد من النص تعريف المقالة: المقالة هي قطعة نثرية محدودة الطول يتناول فيها الكاتب موضوعا محددا، وللصحافة دور كبير في تطويرها وتناول موضوعاتها المختلفة منها العاطفي والاجتماعي والوصفي والنقدي والسياسي. أيضا، حدد من النص أهم موضوعات الشعر: الغزل، الرثاء، المدح، الهجاء، الفخر. حدد من النص أبرز أنواع الشعر: الشعر الوجداني، القصصي، المسرحي، التعليمي، وأيضا شعر التفعيلة. السؤال الثالث، ما الحد الفاصل بين الشعر والنثر؟ الشعر هو الكلام الموزون المقفى المتصف بجودة المعاني وتخير اللفظ ودقة التعبير ومتانة السبك وحسن الخيال مع التأثير في النفس. أما النثر هو الكلام الذي يجري على السليقة من غير التزام وزن، وكما قلنا يمكن أن نقسمه إلى نوعين، نثر جمالي ونثر وظيفي. وأيضا من الممكن أن نقول أن الحد الفاصل هو الوزن والقافية. السؤال الرابع، على ما يعتمد شعر التفعيلة؟ يعتمد في الأصل على التحرر من القافية والعدد المحدد من التفعيلات. السؤال الخامس،
ما الذي يدفع الكاتب لاختيار موضوع في أدبه؟ من خلال موقفه من القضايا التي تهمه، فإذا ما رأى الأديب أمرا أو عاشه أو سمع به فإنه سيكون موقفا تجاه هذا الأمر. السؤال السادس، كيف يؤثر الأدب في الفرد والمجتمع؟ وذلك من خلال المتعة التي يقدمها ومن خلال صقل العواطف وتهذيب الانفعالات. والأدب أيضا يحفظ ماضي الأمة، وأيضا يكون حاضر هذه الأمة ويقدم المعرفة. ثانيا، تشرح قول ابن خلدون إن البراعة في تذوق الأدب وإنتاجه تكمن في تلقي اللغة الصحيحة والأساليب النقية الخالصة، وترجع في الأصل إلى نشوء الفرد مع أهل اللسان ومخالطته إياهم. فإن لم يستطع ذلك فعليه بكثرة المطالعة لكلامهم وباستظهاره. معنى هذا الكلام أي على الأديب أن يكون بارعا وذكيا في استخدام الكلمة في معناها الصحيح، وهذا لا يحصل إلا بمخالطة أهل العلم وقراءة الكتب وآثار هؤلاء العلماء. السؤال الثاني، اذكر اسم مسرحية قرأتها وقصة شعرية مرت معك. المسرحية مثلا مسرحية تاجر البندقية لويليام شكسبير، والقصة الشعرية في خيمة الأصمعي لسليمان العيسى. السؤال الثالث، ما الفرق بين القصة والمسرحية؟ كما قلنا القصة فن نثري يعرض حادثة أو أكثر في أسلوب محكم ولها عناصر رئيسية أهمها الحوادث والزمان والمكان والشخصيات. أما المسرحية فهي تقوم أصلا على الحوار. إذا المسرحية تكون على خشبة المسرح سواء كانت شعرا أم نثرا. السؤال الرابع، إلى أي نوع من أنواع الشعر تنسب كلا مما يأتي؟ قال ابن مالك: فالنعت تابع متم مما سبق لوسمه أو وسم ما به انطلق. هذا الشعر هو شعر تعليمي. قال ابن القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. هذا الشعر هو شعر وجداني. اقرأ البيت الآتي ثم أجب. والشعر إن لم يكن ذكرى وعاطفة وحكمة فهو تقطيع وأوزان. استخرج منه بعض العناصر التي لا بد أن تتوافر في الشعر ليكون شعرا. يجب أن يتوافر في الشعر العاطفة والحكمة وأيضا الأثر في المتلقي. السؤال السادس، أكمل من فهمك النص الآتي. عنوان المقال أو المقالة هي مفهوم الأدب وأنواعه. المقدمة، بدأنا بتعريف الأدب أو تعريف كلمة أدب. والفكرة العامة للنص هي التعريف بالأدب وأنواع الأدب. أما العرض، الفكرة الرئيسية، فلقد تحدثنا عن أنواع النثر وعن أنواع الشعر. المعنى اللفظي والدلالي. السؤال الأول، استخرج من المعجم المدرسي ما كتب تحت مادة أدب ثم انسخه في دفترك. أدب أدبا أي صنع مأدبة. أدب القوم أي دعاهم إلى مأدبته. أيضا الأدب رياضة النفس بالتعليم والتهذيب على ما ينبغي. وعلوم الأدب اللغة والصرف والاشتقاق والنحو والمعاني والبيان والبديع والعروض والقافية والخط والإنشاء. والأديب الحاذق بالأدب وفنونه. وأيضا التأديب التهذيب، وهنا مجلس التأديب أي شبه المحكمة، ويراد منه المحافظة على المصلحة العامة. السؤال الثاني، بيّن معنى كلمة أدب في البيت الآتي: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. هنا المقصود بكلمة أدب العلم والمعرفة والأخلاق الحسنة. تدريبات لغوية، هات جمع كل من الألفاظ شعر، أشعار، شعور، مشاعر، والقارئ قراء. السؤال الثاني، هات مضارع كل من الأفعال الآتية واضبط عينه بالشكل: رجع، يرجع، مدح، يمدح. هات مصدر كل مما يأتي
ظهر ظهور، استظهر استظهار، تذوق تذوق. السؤال الرابع، املأ الفراغ في الجدول وفق النموذج. أولاً الفعل الماضي، المضارع واسم المفعول. هجا يهجو مهجو، طوى يطوي مطوي، رمى يرمي مرمي. التذوق. السؤال الأول، ميز المعنى الحقيقي من المجازي فيما يأتي. يمزج الشاعر بين وزنين، هنا المعنى مجازي. الأساليب الأدبية النقية، هنا أيضاً المعنى مجازي. والماء النقي، هنا معنى حقيقي. السؤال الثاني، دل على سمات الأسلوب العلمي من النص. من سمات الأسلوب العلمي الابتعاد عن الخيال، وأيضا الدقة، وأيضا اختيار الألفاظ المباشرة الواضحة الدقيقة، واعتماد الموضوعية في عرض الفكر، والخلو من التصوير. السؤال الثالث، ضع كلمة الأدب في تشبيه جميل من عندك. مثلا الأدب كالحديقة في كثرة زهوره. أيضا الأدب نبع لا ينضب، ينهل منه الناس المتعة والفائدة. السؤال الرابع، أي نوع من أنواع الأدب السابقة يستهويك أكثر من غيره ولماذا؟ الشعر، لأنه أقرب إلى النفس ويحوي أمجاد العرب، وأيضا لأنه ذو إيقاع ويؤثر في النفس ويحرك المشاعر والأحاسيس. نشاط تطبيقي. أولاً، تعجب مما يأتي بالصيغتين القياسيتين. تذوق الأدب، ما أجمل تذوق الأدب، أجمل بتذوق الأدب. فصاحة العرب، ما أفصح العرب. رقة شعر الغزل، أرقق بشعر الغزل. السؤال الثاني، استخرج من المقطع الأول نعتا مفردا ونعتا جملة. لدينا الكلام الحكيم، ولدينا قول صائب، والكلام الجيد. أعرب الجملة الآتية إعراب مفردات، وبين القوسين إعراب جمل. الشعر مبتدأ مرفوع، الغنائي صفة، يعنى مضارع مبني للمجهول، وهنا بتجارب جار ومجرور. الإنسان مضاف إليه مجرور. ثانياً، علل بقاء همزة ابن أو حذفها فيما يأتي. يرى ابن خلدون أن الأدب ملكة. هنا بقيت همزة ابن لأنها لم تقع بين اسمي علم ثانيهما أب للأول، وأيضاً لم تقع بعد النداء وهمزة الاستفهام. يرى عبد الرحمن محمد بن خلدون أن الأدب ملكة. هنا أيضاً هنا وقعت بين اسمين علمين ثانيهما أب للأول، ولم يفصل بينهما فاصل. لذلك هنا وضعنا الألف لكلمة ابن. استخرج من المقطع الأول نعتا مفردا ونعتا جملة. نعتا مفردا، الكلام الحكيم، وقول صائب. أعرب الجملة الآتية إعراب مفردات، وبين القوسين إعراب جمل. الشعر مبتدأ مرفوع، الغنائي صفة، يعنى فعل مضارع مبني للمجهول، بتجارب جار ومجرور. الإنسان مضاف إليه مجرور. علل بقاء همزة ابن أو حذفها فيما يأتي. يرى ابن خلدون أن الأدب، هنا بقيت الهمزة لأنها لم تقع بين اسمي علم ثانيهما أب للأول. بينما يرى عبد الرحمن محمد بن خلدون أن الأدب، هنا بقيت، هنا حذفت الهمزة لأنها وقعت بين اسمي علم ثانيهما أب للأول. استخرج من المقطع الأول نعتا مفردا ونعتا جملة. موعظة حسنة، قول صائب. أعرب الجملة الآتية إعراب مفردات، وبين القوسين إعراب الجمل. الشعر مبتدأ مرفوع، الغنائي صفة، للشعر يعنى مضارع مبني للمجهول، وهنا جملة يعنى في محل رفع خبر لمبتدأ الشعر بتجارب جار ومجرور. الإنساني مضاف إليه مجرور. ثانيا، علل بقاء همزة ابن أو حذفها فيما يأتي. يرى ابن خلدون، هنا بقيت همزة ابن لأنها لم تقع بين اسمي علم، هنا ثانيهما أب للأول. يرى عبد الرحمن محمد بن خلدون أن الأدب، هنا حذفت همزة ابن لأنها وقعت بين اسمي علم ثانيهما أب للأول.